هنجرب اول خدع بالتيك توك. كتير منكم جايز كتبتوا لنا انه اعملوا خدع تيك توك، اعملوا خدع تيك توك، واليوم قررنا نجرب اقوى خدعة بالتيك توك. مثل ما قلتكم هيك حضرناكم 8 خدع من تيك توك وهلا رح نجرب نعملهم سوا. قبل ما نبلش الفيديو جايز، اشتركوا بالقناة، سبسكرايب القناة وفعل الجرس، وكمان حساباتنا على انستغرام موجودين بصندوق الوصف، انزلوا على صندوق الوصف واشتركوا بحسابات انستغرام تبعولنا. اوكي جايز، نحن مثل ما شايفين بالمطبخ، لانه اول خدعة بدنا نستعمل فيها المايكروويف، وهي اذا بتحط التشيبس باك بالمايكروويف لخمس ثواني بيصغر وبيصير كتير كتير صغير. خلينا نشوفها سوا. نو واي. اوكي ليتس تراي. يلا خلينا نجربها سوا. يلا بوتت، بس اونلي خمس ثواني. ايه خمس ثواني. ايه نو واي. فرجيني. نو واي مينيتشر. ليك قد ايه صار، ليك كيف صار. واو. اوكي جايز، اول خدعة زبطت 100% زبطت. ماكس نمبر 1 سكسس. الخدعة رقم 2 هن فرجوا فيها مارشميلو، بحطوها بقلب المايكروويف كمان وبتكبر. يلا خلينا نشوف الخدعة سوا، بتكبر بتصير كتير كبيرة. اوكي ليتس سي. اوكي قد ايه حطها؟ 20 ثانية. نو واي. لا لك قد ايه صارت؟ واو لك قد ايه صارت؟ اوه نو نو واي. لا لازم نجربها ضروري. واو يلا هيدا صغير هيدا صغير مارشميلو. شو هيدا؟ هيدا صغير. شو رايك اموري؟ از غانا ورك؟ لا ما بتعتقدي. فرجيني. خلاص جيسي. طيب يلا اجين. يلا. اوكي. 20 ثانية. 20 ثانية. يلا جو. Is it growing؟ عم تكبر؟ لا ولو. اوكي ناو بيب. صارت كبيرة؟ لا it's going huge. Oh my god look at this one guys. خلينا نحط واحدة صغيرة قدامه. هذا نورمال سايز. ليك كيف صارت؟ طيب يا جماعة، الهاك نمبر 2 أو الخدعة رقم 2 بالتيك توك سكسس. أوكي جايز، خدعة رقم 3. خدعة رقم 3 جايز بتقول إنه إذا استعملنا الهير ستريتنر، هي الهير ستريتنر أو مملس الشعر، فينا نمحي أي كتيبة على الدفتر. خلينا نشوف سوا. لا ما بتصدق. هلا بدنا نجربها، لا ليك impossible. No. عم بمحي كل شيء. No. واو. اوكي ليتس تراي. خلينا نجرب. يلا ماريكا. انا ربحت. طيب يلا خلينا نشوف اذا بيتمحوا. لك خلص خلينا نشوف اذا بيتمحوا. بدك تضلك تلعبي. هلا كتير سخن. كتير سخن؟ طيب يلا جربي لنشوف هيدي الخدعة إذا رح تمشي. شو؟ I knew it. مش معقول ما زبطت. إيه؟ Again try again. لا إيه؟ Fail. خلص رح تحرق الورقة. You're gonna burn it. خلص بزيادة. هاك نمبر 3 أو الخدعة رقم 3 fail. ما تجربوها، دونت تراي ات هوم. خدعة رقم 4 كمان رح نستعمل فيها مملس الشعر او هير ستريتنر، وهي انه فيك انت ترجع مصرياتك جديد، فلوسك جديد بالهير ستريتنر وبلا ما يحترق. خلينا نشوفها سوا. ليك رجعت جديدة ال 10 دولار. اوكي بوسيبل. معقول؟ yeah. ما بعتقد، ما بركي احترقت بتحترق. لا؟ طيب يلا خلينا نجرب. طيب يا جماعة، هيدي الفلوس رح نجعلكها نعملها بعد كتير. اوكي ها هي. لك كيف صارت؟ يلا ماريكا فرجينا. Do I keep them if I manage? Of course you keep them. حياتي يا تكرم عينك.
واو احترقت. واو نايس. واو 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 لك كيف صارت. اوكي رجعت جديده رجعت جديده. خدعه رقم 4 سوبر سكسسفل. نعطيها ثامز اب. اوكي يا جماعه هيدي الخدعه رقم 5 اللي هي كتير كتير قويه كتير قويه. هيدا المقعد شفناها على التيك توك بتحط البيضه عليه وبتقعد والبيضه ما بتنكسر. اسمه اكسيتر مثل ما مكتوب هون. عم مش كان وي شو بدك تقعدي عليا هلا؟ انت بدك تقعدي انت. انا لا اسم الله. واو نايس. اوكي انا انه هيدي بيضه مزبوط. يلا يلا خلينا نجربها خلينا نجربها. يلا جي سي. شو يلا جي سي؟ حطيها على المقعد بالاول. انت شو؟ انت ايه. اوكي اوكي يلا وين البيض؟ واحد هلا بلشي بوحده. ايه بلشي بوحده. يلا عادي عادي عادي. انا انت. اوكي هلا بدي يصير غير بنطلوني. شو بدي انت تكرك. واتس هابينج. واو بعدها مثل ما هي. جامب اون ات جامب اون ات جامب اون ات جامب اون ات. بتصور انكسرت. ستيل ذا سيم. انت جربي جربي. تراي تراي تراي. يلا شو؟ لا ولو لا ولو لا ولو. ليك ماركة انكسرت مع البيضة بس مش على الاكسيتر انكسرت مع على الارض. انت اول شي بهدول القصص. يعطيك العافية. ثانك يو. شو رأيك بالخدعة؟ خدعة الاكسيتر. جريت جريت سكسس. كتير تمام كتير تمام. اوكي يا جماعة الخدعة رقم 5 رقم 5 كانت الخدعة رقم 5 تبع الاكسيتر سكسس. خطرتني كف. سكسس. الخدعة رقم 6 هي ببودرة الكاكاو. بيقولوا عنها انها هيدروفوبيك يعني عندها فوبيا من المي. بتحطيها بقلب المي ما بتصير ود. واو انترستينج. شو رأيك؟ يلا خلينا نشوفها سوا. حطيتها بقلب المي. دراي ناشفة. اجين. واو. اوكي. بتحط هيك. نو ماتر. اوف. از ات فيك؟ ما بعرف خلينا نجربها يلا. ناشفة. دراي توتالي دراي. ات ونت انسايد؟ كلها. ناشفة على الاخر. نو واي. No way guys! الخدعة رقم 6 سكسس! سكسس! الخدعة رقم 7 جبناها خصوصا لماريكا. ماريكا دايما وقت تكون عم بتقص بصل كيف؟ بكي ودموع وكأنه مدري شو صاير. All the time! اوكي الخدعة رقم 7 بتقول انه إذا حطيت ورقة نابكنز أو ورقة كلينكس حطيت عليها مي وقصيت البصلة فوقها ما بتبكي. I don't believe he wants drama, he wants to see me cry. لا قولوا لا قولوا. يلا فرجينا خلينا نجرب. طيب شو بنخسر؟ أيدن بللة مي. اوكي بللنا النابكن حطينا على النابكن مي على الطاولة مي وهلا ماريكا بتبلش تقص البصلة. تفضلي. شو؟ ماشي الحال. او ماي جاد. شو؟ في؟ شو في؟ شو؟ قربي 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 راسك قربي بلا بلا قربي شمي شمي قربي شميها قربي شميها بمخارك. قربي؟ ما في جيسي. شو؟ شو؟ في يا الله شو لا؟ وهيدي الخدعة تبع تيك توك خلتها تبكي لمرتي. فين؟ جي سي هيدا اكيد تيك توك؟ اكيد اكيد شفتها بالتيك توك. شو؟ عن جد؟ مارك عم تقول لي انه انا ما شفتها على التيك توك بس بدي خليها تبكي. لا لا والله هلا فرجيك اياها هلا فرجيك اياها على التيك توك. فرجيني. طيب
طيب يا جماعة، وصلنا للخدعة رقم 8 والأخيرة، ومثل ما شايفين لابس سويمينج سوت وحاطط هدول الجوجلز على عيوني لأنه لازم انزل بالمي. الخدعة رقم 8 بتقول إنه الكوكاكولا بس تفتحها تحت المي ما بتطلع الكوكاكولا من قلبها، وحتى إذا برمتها ما بتطلع الكوكاكولا بقلبها. سو هلا رح ننزل نجربها سوا، بس الفكرة إنه المي كتير 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 مسقعة، سو ذاتس واي رح ننزل نحن على الجاكوزي مش رح ننزل بالبيسين العادي. أوكي، هيدي الجو برو حطيناها تحت المي. ما كتير مسقعة. So cold, the water is so cold. Freezing. Freezing, freezing. Yeah, let's go. Whoa, no way. No way, no way. Yeah. So cold. It's so cold. Okay, let's go. One, two, three. اوكي جايز، هلا صار الوقت انه نجرب المنتوس مع البيبسي تحت المي لنشوف الايفكت تبعه. واو، يلا ليتس جو. 1 2 3 واو، الايفكت رائع 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 كثير حلو. انا اكيد صورت كل شيء بالجو برو تحت. اوكي يا جماعه، الخدعه رقم 8 كانت سكسس، ساعة كتير 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 كتير. وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. إذا حبيتوا هيدا الفيديو حطوا كتير كتير لايكات لنعمل أكتر خدع تيك توك. ما تنسوا تحضروا فيديوهاتنا البقية على القناة. We love you guys. تانتي باتي تاو.